صباح الخير البنات، لاباس عليكم؟ كنتمناكم ان شاء الله تكونوا لاباس. كي دايرين؟ كي دايرين وليداتكم؟ نتمنى انكم كلكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. بلا ما نكثر في بلا بلا، لان فريمون بلاتي ونعاود لكم اشنو طرالي دابا. ما عنديش بتاتا الوقت، هادي دابا 12 بيله وخاصني نوجد الغداء، لان في 12 ونص بنتي غادي تجي وخاصها تلقى الماكله، لان منين مشات في 8 ونص دونك ضروري خاصها الماكله. اما اختها خرجت حتى الوحده، يعني هذيك راه عندها الوقت غادي تجي تلقى الماكله اصلا واجده. دابا يلا هون نمشيو بلاتي ونعود لكم اشنو طرا. المهم البنات، غادي نقول لكم دغيا المقادير اللي غادي ندير في العدس، حيت غادي نطيب العدس وحيت ما عنديش الوقت باش نقص كاسو وبعد نهضر معاكم. بالنسبه للعدس كندير فيها زيت البلديه، كندير فيها مطيشه ديال الحك، كندير فيها ثومه، كندير فيها قزبر ومعدنوس، كندير بصله مطيشه، صافي. كندير التوابل، بالنسبه للتوابل ملحه فلفله حمراء سكينجبير وليبزار، كنشد كنمرق على هادشي وكنشد عليه حتى كتكون عندي واجده، يعني ما كنقليها ما كنفزقها، يعني هي براسها هانتوما دايره هكذا ما فازقه ما حتى حاجه، هي غير غسلتها ودرتها، يعني ماشي كنفزقها ولا كنسلقها وكنخليها يعني مده طويله، لا صافي. كندير غير هادشي، كنشد عليه الكوكوط وكندير هكا طيب. صافي هادشي اللي كاين. في شي شكل هادشي شنو كيوقع؟ العدس دغيا دغيا لصقات، ما عرفتش علاش دغيا دغيا لصقات لي. اوغوزمون لحقتها، خليت داك خديت غير داكشي الفوقاني وخليت هذاك اللصق هكاك لتحت، كارثه هادي ناري البنات. زعما راه ما عمرها ما وقعت لي، عرفتي العين غادا تنطير، حيت هذه فريمون 12 ونص وهي كتخرج في 12 ونص، يعني خصني انا نجهزها مع 12 ونص. دابا هذه 12 ونص واقفه و30 دقيقه، والله العظيم كارثه هادي، عمرها ما وقعت لي والله العظيم. لكن البنات عرفتي واحد الناس حلوه وحق الله العظيم، واحد الناس ما حسيت براسي لا واش راني فوق الارض واش راني تحت الارض، ما فهمتش. داتني عيني ما تحلات حتى ل 12 وقلقسم هكا ويلي صافي الله. لا بس راهم مازالين عاد كيهزوا وليداتهم. هاتي يلا عاد غادي نبان لكم دابا. المهم شنو غادي نقول لكم، والله يا البنات ما عمرها ما وقعت لي، زعما هادي راه اول مره وقعت لي هاد القضيه هادي. المهم ما تديوش عليا، ما تديوش على الحاله، راه كتعرفوا اختكم عادي ببساطه الى اقصى درجه. المهم شنو قلت لكم، زعما ما عرفتش كيفاش مشيت عرفتي. دابا انا شنو وقع لي، مشيت ديت بنتي للمدرسه، المهم تفطرتهم وداك الشيء، ديت بنتي الاولى للمدرسه، دوزت بنتي الثانيه للمدرسه، جيت عاد فطرت انا، فتري شنو قلت مازال الحال ما كاين ما يدار. دابا
غادي نتكى واحد شويه، بقى كخربق في التليفون، ومن بعد عاد ديك الساعه تنوض نوجد الغدا على اساس باش غادي نوجد. كنت غادي ندير اللحم بالسفرج المعسل، واحد الطويجين ساعه، ما غتاكل غير اللي مكتب الله، وما غادي تمشي غير فين مشاك الله. هزي هذيك من الارض، هزيها. ايوا هي هذيك، صافي. جيت بقيت كنخربق في التليفون، بقيت نخربق في التلفازه، بان لي مازال الحال هذيك. يلا عاد تسعود، باقي الحال، مازال راجلي في الخدمه، يعني ما غاديش يجي، غيجي حتى جوج وزايد. بنتي خرجه في الوحده، الاخرى خرجه حتى ل 12 ونص، يعني باقي الحال. بقيت صافي هكاك، تكيت مشيت، ما بقيت حاسه براسي واش راني فوق الارض واش راني تحت الارض. ماشي زعما هكذا تحركت وقلت نشوف شحال في الساعه حقا ولا لا. صافي مشيت. ايوا هي هذيك، صافي. تا شكون اللي فيقني مول الحوت، جا لهنايا وبدا كيعيط الحوت. ايوا انا نفيق، هزيت التليفون على اساس باش نشوف شحال في الساعه. ايوا انا نتصدم، تصورو لقيتها 12 قلقس ماين ماشيه القلقسم. تخيلوا في داك الوقيته، راه ما بين الوقيته اللي نعس فيها الوقيته اللي نط فيها، في داك الوقيته الفتره الوسطانيه، راني ما حسيتش كي قلت لكم راسي واش راني ميته ولا راني حيه، والو. ايوا هي هذيك، مشيت كنجري، مشيت لعندو حيت ما بقاش الوقت داك الساعات عاد نطيب اللحم وداكشي، ما غيكفيش الوقت. مشيت لعندو، خرجت لعندو، قلت له عطيني شنو عندك بعدا. قال لي عندي السردين وهذاك الشرن. خديت من عندو السردين حيت ما كيعجبنيش الشرن، ومشيت نيشان عند مول البيسري، خديت العدس حيت فريمون العدس حتى هي ما عنديش في الدار. وجيت داك هادشي هو اللي غادي يوجد دغيا هو اللي ساهل. وهانتوما كيف ما شفتو العدس دغيا تصفات لي من الماء. المهم اصلا هاد العدس اول مره كنطيبها، حيت داك العدس اللي بحال بلديه الغلا الكبيره شي شويه، ولكن صدقات زوينه غزاله. المهم هي هذيك، صافي. ومشي دغيا كنوجد الغدا باش هكا، باش مين تجي زعما بنتي تلقى الماكله واجهه، حيت تجي فيها المود ديال الجوع. صافي هذا ما كان. المهم دابا عاد غادي نوض، غنمشي نقلي الحوت وندير شلاضه، نجمع الدنيا هنا دغيا، وغادي نرجع معاكم باش نوريكم شنو وصلني من الامانه بالنسبه للبنات اللي سولوني. قالوا لي اسماء فين درتي، علاش ما مشيتيش شريتي البلاطو؟ يا قلتي غادي تشري البلاطو في فاس، علاش ما شريتيش البلاطو؟ غادي نوريكم البلاطو حيت عاد وصلت به، وصلني في امانه، وغادي نوري لكم كيفاش خديته ومن عند من خديته، باش هكا الا بغيتو نتوما تواصلوا معاهم. كتجي الحاجه حتى للدار. المهم بلا ما نحرق الهضره دابا، من بعد بلاتي ونوري لكم ونهضر لكم في هذاك الموضوع. المهم نتوما خليكم معايا. هذاك البلاطو اللي كلكم سولتوني عليه وقلتوا لي اسماء علاش ما شريتيش البلاطو من فاس، يا قلتي ملي غادي تمشي لفاس غادي تشري البلاطو. فريمون ما كنتش عارفاكم انكم غتبقاو عاقلين وغتسولوني على البلاطو، ولكن برافو ليكم. غير هو اللي خاصكم تعرفوا انني منين هبطت لفاس، يعني كنت مشغوله من هذه لهذه من هذه لهذه، مشينا جلسنا داك 3 ايام في مول يعقوب، جلسنا مع العائله. مهم يلا خرجت درت بكم واحد شويه فاس، يعني ما كانش عندي يعني الوقت بزاف باش انني نمشي لعندو. ولكن واخا هكاك فاش كنا داك النهار مشينا ضربنا دوره في جنان بالاس، اولا تبدلت سميتو، دابا رجعت سميتو يمكن مايورات ولا مايوروت ولا ما شي حاجه كي بحال هكا، بقيتش عاقله.
كان كان تما واحد يعني بحال الشكل ديال المريض، وكان هو تما. فاش مشيت لعندو راني بينت لكم بعد شي لقطات على داك الاتات اللي كيدير. انا غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي بغى يمشي يشوفه. من بعد يعني صافي ما خديتش من عنده داك الساعات. علاش ما خديتش؟ لان انا جو سوي سيرتان اي سور بانني واخا نجي لهنايا للناظور نقدر انني نتعامل معاه غير بار فيسبوك مثلا. هما عندهم لا باج فيسبوك، عندهم جميع لي زارتيكل اللي عندهم في المحل ديالهم دابا حاطينها في الفيسبوك. يعني بامكانك تسخري كيف بحال كتسخري من قلب المحل، وداكشي اللي كتشوفيه عندهم في الفيسبوك بحال اللي راه كتشوفيه في المحل، ولا كنظن عاد حسن يعني كيبان عاد حسن. وداكشي مهم شنو غادي نقدر نقول لكم هو انني انا تعاملت معهم غير بار فيسبوك دابا، لان ما قلت لكم ما كفانيش الوقت انني نمشي عندهم ونشري هذاك الشيء اللي كنت باغا. والصراحه دابا فاش دخلت الفيسبوك عجبوني بزاف ديال لي زارتيكل عندهم، حمقوني. وراني قلت لهم ان شاء الله غادي نبقى دائما هكذا، مره نطلب حاجه من عندهم، لان فريمون عندهم داك الشيء غزال. وهانتوما غادي تدخلوا الفيسبوك وغادي تشوفوا داك الشيء غزال. غنخلي لكم الفيسبوك ديالهم تحت في صندوق الوصف، سير الجهه ديال لي فوتو ديالهم، وغادي تلقاو داكشي عجيب وغريب تبارك الله غزال. المهم واخا نعيا ما نشكلكم، خصكم تشوفوا باش هكذا عاد تيقوا. دابا شنو نقول لكم، تواصلت معاهم بار فيسبوك، هضرت معاهم بار ميسنجر باش عطاوني الاسمنه وداكشي، عطيتهم لادريس والنمره التليفون وداكشي ديالي، وقالوا لي داكشي غادي يجي كيوصلك حتى للدار. وداكشي اللي كاين كيصيفطوا هادشي في الامانه. الامانه كتجيب لك داكشي حتى للدار. هنايا في الناظور حنا ما عندناش كيجيبوا داكشي حتى للدار، ولكن اون فوا كيتوصلك كيعيطوا لك في امانه تيقولوا لك راه وصلتك واحد الكليه اجي موراها. يعني انا كيف وصلتني مشيت خديتها وجيت باش نوريها لكم باش تشوفوا البلاطو كيفاش خديته. يعني ما عندكش مشكل بالنسبه لكم، كنتي ما كتسكنيش هنا في الناظور، الاغلبيه ديال دون كيكون عندهم الفاكتور كيجيب لهم الحاجه حتى لباب الدار. الحاجه الاولى اللي زوينه، واذا كنتو كتسكنوا في فاس تقدو تاخذوا من عندهم اي حاجه بغيتوها وما عندكمش الفلوس، تبقاو تعطيوه طريف بطريف حتى تكملوا داك الحاجه اللي بغيتو تشريوها، ومن بعد كيعطيوها لكم. حاجه ثانيه، الا ما عندكيش الفلوس وبغيتي تاخذي هذيك الحاجه ومزروبه بها، كتعطي الشاك وكتبقاي كتعطي طريف بطريف 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 حتى كتسالي القدر ديال هذيك القيمه ديال داك الحاجه اللي خديتيها، وكيعطيك الشاك ديالك كنتي ديجا خديتي هذيك الحاجه من عندهم. الحاجه الثالثه، كيصيفطوا بار امانه الا كنتو كتسكنوا في برا ديال فاس، كيصيفطوا بار امانه. والحاجه اللي زوينه فيها هي انها حتى كتجيك السلعه وكتمشي للامانه وتاخديها وكتخلصيها في الامانه، هذه حاجه واحده اخرى. وحاجه واحده اخرى، كيديروا لا ليفريزون حتى برا ديال المغرب ماشي غير في قلب المغرب. يعني عندهم بزاف ديال الامكانيات اللي نقدو اننا حنا نتواصلوا معاهم ونقدو ناخذوا من عندهم بزاف ديال الحاجات. دابا غادي نخليكم نوريكم كيفاش دخلت تواصلت معاهم في الفيسبوك، وكيفاش تواصلت معاهم في الميسنجر، وكيفاش صيفطوا لي هادشي. المهم خليكم معايا هنايا، غادي نمشي للفيسبوك باش غادي نوريكم. مهم هذا بالنسبه للفيسبوك ديالي اللي ما كيعرفنيش، يدير سوما بيلا باش هكا يدخل عندي فيسبوك. مهم بالنسبه هنايا كنمشي كندير ديكوراما، انا غنخلي لكم لو ليان ديالهم في صندوق الوصف باش هكذا غير تدخلوا تلقاوه. هنايا كتلقاو جميع المعلومات، العناوين والنمره التليفون وكلشي عليهم اللي كيخص عليهم كتلقاوه هنايا في لاباج الاولى. كتمشيو للجهه ديال لي فوتو، هنا غيخرجوا لكم بزاف ديال لي زارتيكل اللي عندهم. الصراحه عندهم داكشي مزيون. وبالنسبه لهنايا الا بغيتوا تهضروا معاهم كتهضروا معاهم في الميسنجر، واكيد الا عجبتكم لاباج ديالهم دير خليو لهم جيم. بالنسبه لهنايا غنوريكم بعض لي زارتيكل اللي عندهم بالنسبه هاد النحاس اللي عندهم ديال اسبانيا، ما كيخسرش البنات، اي حاجه كيعطيوها لكم. بحال دابا داك النهار اختي فاش جابت لي تريا من عندهم كيعطيوكم لا غارونتي فيها ديال 10 سنين، بالنسبه ما كتخسرش لا بالنسبه للمدن اللي فيها الميديتي او لا اي حاجه. يعني النحاس ما كي اصلا ما كيفسدش، هما اصلا كيعطيو لا غارونتي انا قلت لكم ديال 10 سنين. هي نحاس وفي نفس الوقت كريستال. هنايا كوريكم بعض لي زارتيكل اللي عندهم، غاد نوريكم هذاك الشكل ديال البلاطو كيف كيبان هنايا وكيفاش غادي تشوفوا. عندهم حتى هادو عجبوني الصراحه بحال الشكل اللي عندي انا، وهادو خلاص فنين حتى هما حمقوني. المهم انا غنوريكم بالنسبه كي قلت لكم لهذاك باش تشوفوا هنايا كيفاش داير، يعني راه كيخرج بحال اللي غادي تشوفوه نيشان، يعني ما كاينش فرق ما بيناتهم، هو هذا اللي غادي تشوفوه دابا.
شتو هذا البلاطو؟ هو النيت هو اللي دومونديت عليه. الصراحه كيجي زوين، كيجي انيق. هانتوما غتشوفوا كيفاش غنحلو، كيفاش غيبان قدامكم. هنايا كيفاش درت، تواصلت معاهم، كتبت لهم السلام، صيفط لهم داك التصويره ديال هذاك اللي بغيت ناخذو، قلت لهم شحال الثمن ديالو. كيهضروا، المهم كيهضروا معاك تما في الميسنجر، كتعطيهم العنوان، المهم كتفاهموا على الثمن، كتعطيهم العنوان وكلشي، ومن بعد صافي هكا كيصيفطوها لك بار امانه. انا غنخليكم مع واحد المقطع كيفاش كيصيفطوا داك الشيء، باش هكا يكون عندكم واحد المعرفه عليهم. تشوفوا كيفاش داكشي، حيت اصلا مازال ما حليتها ما حتى حاجه، انا بالعالي خليتها هكذا باش نحلوها بجوج مع بعضياتنا، بجوج يعني انا وياكم يعني بحال غادي كنخاطب بنت وحده، باش نحلوها كاملين مع بعضياتنا. هاكا البنات شوفوا كيفاش كيجي، كيجي غزال، عجبني البنات. شوفوا نتوما مزيون بزاف، عجبني انا. وكل البنات راه هذا كله كريستال، يعني ماشي غير دجاج ولا شي حاجه هكا عاديه، بالعكس كله كريستال. في هاد الرجيلات من هنا انا عجبني بزاف البنات، والله العظيم الا احسن من هذاك اللي احسن اللي كيبان زعما عاد في شو سميتو في فيسبوك. المهم البنات ما تديوش عليه، حيت راه بحال فيه الشعر شي كيجا جا مزيون هكا يتحطوا فيه هادوك. غنوري لكم كيفاش غادي يجي باش هكذا تعرفوني شنو بغيت نقصد. بالنسبه هما دايرين هنايا داك لاكارت فيزيت ديالهم والنمره ديال التليفون وكل شيء دايرينه هنايا، ها هي قدامكم باش ديروا لها سكرين الا بغيتوا تواصلوا معاهم. وهذه لاكارت فيزيت ديالهم، وهاد لاكارت فيزيت البنات اللي دايرين فيها بحال هذا الشكل هذا من هنايا. اون فوا مي كتشريو من عندهم شي حاجه كيعطيوها لكم، كي زعما راكم بحال شي كليون فيدال. هيا فين مكتوبه بحال زعما واحد الكليون فيدال، وكترجع زعما من لا فامي ديالهم، كتولي كل ما تبغي تشري شي حاجه من عندهم دائما كيكون عندك، دائما كينقصوا لك في الثمن، وفي نفس الوقت كتربح معاهم واحد النقاط. كل ما شريتي كتربح معاهم واحد النقاط، على ما كطلع النقاط ديالك، المهم على حسب هما شحال دايرين، على ما كتوصل لواحد النيفو ديال النقاط، ملي كيجمعوا لك داك النقاط بحال مثلا يلقاو عندك 20، انا ما عرفاش شحال كيطلبوا، ولكن المهم مثلا الا لقى عندك 20 نقطه، هذيك 20 نقطه القيمه ديالها كيعطيوها لك شي حاجه من عندهم بحال هذا الشكل هذا. المهم شي حاجه من عندهم كتاخذوها غراتوي، يعني كادو. صافي هذا اللي كان، المهم انا غادي نوريكم هنايا كيفاش كيجي.
كيلو سي والبنات بالنسبه حتى لهادو انا نوري لكم بالنسبه حتى لهادو راه عندهم كيتباعوا هادو شوفوا البنات كيفاش جاو شوفوا كي جا كيفاش جاو جاو فنين فنين نتمنى ان يكون واضح لكم انا نحط لكم هنايا وعاد نصوروا باش هكذا يبان دابا كنتمنى يكون واضح احسن شتي كي كيجي كيجي غزال صراحه عجبني بعدا كوميم هكا غنلقى فين نحط هادو ما كانوا غير كنت مازال دايرهم في الكرتونه ديالهم يعني ما صبتش فين نحطهم وداك الشيء دابا هكا جاوا مزيونين شي كيجاو بالنسبه كي قلت لكم حتى هادو راهم عندهم بثلاثه كيبيعوهم المهم راه عندهم كل شيء دخلوا لداخل في في الفيسبوك غيبان لكم داك الشيء عندهم غزال تيحمق صراحه انا عجبني هاد الشيء ديالهم ودائما غنبقى ان شاء الله نتواصل معاهم هكا منين نبغي نشري شي حاجه لداري واكيد فكرت فيكم حتى نتوما ان شاء الله الى البنات عجبهم عجبهم هاد البلاطو هذا ودخلوا عندكم فيسبوك عجبهم لي زارتيكل وبغاو يتواصلوا معكم قال لي فوق راسي وفوق عينيا مرحبا بهم كلهم وعندكم 10% ناقصه يعني غتمشيو عنده غادي تقولوا له حنا جينا من عند اسماء شانيل اكيد غادي ينقص لكم 10% في اي حاجه بغيتوها غادي ينقص لكم 10% الا قلت له حنا جينا من عند اسماء شانيل حيت انا قلت له راني يوتيوبرز واي حاجه كناخذها كنتشاركها مع هكذا يعني صحاباتي وكل شيء يعني اللي كيشوفني في اليوتيوب يعني هكا باش حتى الا جاوا لعندك ولا هذا غادي تنقص لهم جاوا قال لي على راسي وعينيا دونك اي واحد يمشي عنده يقول له حنا جينا من عند اسماء شانيل غادي ينقص له 10% بالنسبه لهذا البلاطو للبنات اللي غيكونوا باغيين يعرفوا الثمن ديالو هاد البلاطو كيدير 160 درهم وكاين خلاص بالاحجام يعني انا خديت الصغير كاع كاين اللي مويان كاين اللي كبير عليه شي شويه وكاين الكبير كاع يعني كاينين اصلا 4 الا بغيتو تاخذوا كاع زعما هذاك كامل الكوفري كامل وكي قلت لكم عندهم بزاف ديال الحاجات اللي صراحه زوينين كنتمنى انكم تدخلوا وتشوفوا بعينيكم لان فريمون واخا غادي تشوفوا صراحه ملي كيبان هكا قدامك وتهزي يعني كتحسي بلا كاليتي كتحسي بالشفافيه كلشي يعني كتجيك زوينه انا والله العظيم الا فرحت منين وصلني هاد البلاطو اللي جا بحال هكا وعجبني والله العظيم الا عجبني خصوصا منين جاو هكا كاملين مع بعضياتهم مع جاو صغيورين ما بغيتش انا داك البلاطو يجي كبير ويجي هما مفرقين لا عجبني هكا شي حاجه كتكون مينيون كتكون زوينه صافي هادشي اللي كاين هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم واي معلومه بخصوص ديكوراما غنخليها لكم لتحت في لا بار دانفورماسيون باش هكذا تمشيو لعندهم وإلا بغيتو اي حاجه قولوا لهم حنا من عند اسماء شانيل واكيد غيرحبوا بكم هنايا غنقول لكم تهلاو في راسكم غير الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما ترديش انك تشتركي وتفعلي الجرس باش دائما يوصلك الجديد وديروا لي لايك